معنا عبر سكايب من الضفة الغربية الصحفي الفلسطيني محمد القيق، مرحبا بك. إذا الجمعية العامة المتحدة اعتمدت 5 قرارات لصالح القضية الفلسطينية، كيف ترى هذه القرارات؟ إلى أي مدى تعد نصرا للقضية؟ نعم، على صعيد قرارات الجمعية العامة وهي غير ملزمة، وبالتالي هذا الصعيد رغم إيجابيته لكنه يضعنا في معادلة أخرى، أن الملزم هو ما سيكون لصالح إسرائيل وغير الملزم هو ما سيكون لصالحنا. وانظر إلى اختراق واضح من قبل دونالد ترامب في أيار الماضي عندما أعطى قرارا ووقع قرارا بأن تكون القدس عاصمة إسرائيل الأبدية، مخالفا بذلك ليس فقط التوصيات غير الملزمة ولكن أيضا مخالف للقرارات الملزمة من مجلس الأمن باعتبار القدس الشرقية محتلة ضمن حدود الرابع من حزيران عام 1967، وبالتالي هي حق الفلسطينيين بحسب القوانين الدولية. هذا القرار ألزم نتنياهو به عدد كبير من الأوساط ومن الدول، وأيضا بات واقعا في فلسطين. وانظر إلى السفارة الأمريكية في القدس بعد أن نقلت من تل أبيب، وانظر إلى حالة التماهي مع الكيان الإسرائيلي. على صعيد اختراق منظومة الأمم المتحدة مما لا شك فيه أنه أمر إيجابي، ولكن إيجابية هذا الأمر وإيجابية هذه القرارات بالمقارنة مع اقتحام إسرائيل للأنظمة العربية في إطار التطبيع أو تربعها على اللجنة القانونية في الأمم المتحدة بموافقة عربية، نعم. هذا لا يساوي شيء نظرا لما تحصل عليه إسرائيل من واقع. تزامنا مع هذه القرارات أيضا هناك أنباء عن اعتماد منظمة إيشيسكو، المنظمة الإسلامية التربية والعلوم والثقافة، اعتماد مدينة القدس عاصمة دائمة للثقافة الإسلامية. ماذا يمثل هذا القرار للفلسطينيين والقضية؟ لازلنا في مربع الشعارات الرنانة، لازلنا في مربع حالة الاستعطاف أو حالة التعاطف. انظر إلى القدس المحتلة، منذ تقريبا 3 عقود لم يتم ضخ الدعم المعنوي والمالي لأهل القدس. الآن نرى أن القدس عاصمة الثقافة، ما الذي يحدث الآن في هذا البرنامج وهذه الأجندة؟ على أرض الواقع يمنع الفلسطيني من دخول القدس، يمنع الفلسطيني من التجوال حتى في شوارع القدس وثقافة وتراث القدس، يمنع البناء هناك، يمنع السكن والوظيفة، كل هذا مقيد للفلسطيني. انظر إلى، إذا ما اعتبرنا أن هذا القرار إيجابيا، فقط نضعه في بروتوكولات أمام موجة من التطبيع مع الاحتلال، هذا لا يساوي شيء. وانظر إلى حالة سيد محمد، عفوا، يعني منذ إعلان ترامب وحتى الآن هناك إحصائية ذكرناها في قبل قليل، سجلت قتل الاحتلال الصهيوني 345 فلسطينيا منذ إعلان ترامب القدس عاصمة للصهاينة، بما تؤشر هذه الإحصائية وتوقيت إعلانها الآن؟ انظر وأضف للشعر بيتا، أكثر من 50 حاجز عسكري أضيف مؤخرا في شوارع الضفة الغربية ثابت ببرج عسكري بين المدن والقرى والمخيمات، وهذا تنكيل آخر بالمواطنين. أكثر من 2500 وحدة استيطانية تم إقرارها والبدء ببنائها منذ إعلان قرار ترامب. أخذ قانون القومية العنصري الإسرائيلي ما أخذ التطبيق في الأيام المقبلة. قطع المساعدات عن الأسرى الفلسطينيين من خلال الأمريكان بحجة أنهم إرهابيون. الآن واليوم وقبل ساعات حكومة الاحتلال تقر منع علاج الأسرى في داخل السجون حتى، وأن العلاج سيكون على حسابهم. انظر إلى الحصار الخانق على قطاع غزة، انظر إلى ما يدور الآن من إخلاء للخان الأحمر وحالة التهويد في مشروع E1 الذي جمد أكثر من 10 أعوام لصالح الخارجية الأمريكية من أجل تمرير أي مخطط آخر. كل هذه الإجراءات تتم الآن ونحن نقول أننا عضو في الأمم المتحدة، يعني منذ أن حصلنا على العضوية في الأمم المتحدة والشعب الفلسطيني يلقى الويلات حتى سلمت القدس هدية للإسرائيليين بحجة أن ترامب هذا متشدد. إذن ما الطرق التي يجب اتباعها مع مطالبات السلطة بحماية دولية للفلسطينيين برأيك؟
الطرق أن نبتعد عن المؤتمرات وأن نبتعد عن الحبر على الورق وأن نبتعد عن الفلاشات، أن تكون القدس عاصمة المقاومة، أن تكون القدس عاصمة الثبات والدعم المعنوي والمادي الحقيقي لا الشكلي ولا الوهمي، أن تكون هناك صرخة الفلسطيني تصل إلى كل أنحاء العالم العربي والإسلامي قبل الحر، أن يكون الفلسطيني مكرما معززا في مطارات العالم العربي لا أن يذل ويهان، وأن الإسرائيلي تفتح له الأبواب وتفتح له الطائرات وتفتح له المنتجعات كما يحدث في بلدان العالم العربي. هذا إن ذهبنا حقيقة إلى ما هو المطلوب، أن يفك الحصار عن غزة، أن يفك الحصار عن الشعب الفلسطيني وأن يدعم كي يقوم بمقاومته التي كفلتها له كافة القوانين الدولية. نحن لسنا بحاجة إلى عضوية في الأمم المتحدة أن تكون شكلية وأن يسحب البساط من تحت أقدام الفلسطينيين بحجة اتفاقية أوسلو. نحن لسنا بحاجة إلى اتفاقيات دولية بعد إذلالنا في اتفاقية أوسلو التي جلبت لنا الويلات وجلبت لنا الدمار، وتم التنازل في الضفة الغربية وغزة، وتم التنازل عن نعم 78% من أرض الضفة الغربية لصالح الإسرائيليين، وما زالوا يريدون المزيد. هذا الذي يراد لنا، أن يكون لنا ظهرا قويا، أن يكون لنا إسنادا وثقة من الأنظمة العربية، لا أن نعم يكون هناك حالة من التآمر والتطبيع في ظل الدماء التي تسيل للشعب الفلسطيني على أرض فلسطين. عبر سكاي من الضفة الغربية المحتلة سامح محمد القيقي الصحفي الفلسطيني، شكرا لك.